قضية المهاجرين غير الشرعيين عبر بحر المانش تعود للواجهة مرة أخرى. يلقى عدد من هؤلاء المهاجرين نحبهم قبالة السواحل الفرنسية إثر غرق قاربهم المتوجه لبريطانيا، بينما تمكنت فرق الإسعاف من إنقاذ العشرات. القناة الإنجليزية تقع بين فرنسا وبريطانيا وباتت تشكل مقبرة للمهاجرين، فالتيارات فيها قوية في وقت يكدس فيه مهربو البشر القوارب المتهالكة، ما يعرض ركابها لخطر الأمواج المتلاطمة في أثناء محاولاتهم للوصول إلى الشواطئ البريطانية. قضية باتت تشكل صداعاً لباريس ولندن، حيث أظهرت أرقام رسمية نشرت مؤخراً أن أكثر من 100,000 مهاجر غير نظامي عبروا بحر المانش منذ عام 2018 على متن قوارب صغيرة، على الرغم من وعود الحكومات المتوالية بمكافحة هذه الظاهرة. ظاهرة شكلت قضية خلافية رئيسية بين لندن وباريس على مدى السنوات الماضية، إلى أن وقع الطرفان اتفاقاً جديداً في نوفمبر من العام الماضي، ويقتضي الاتفاق بدفع بريطانيا لفرنسا أكثر من 70 مليون يورو من أجل أن تزيد السلطات الفرنسية عدد عناصر قواتها الأمنية الذين يسيرون دوريات على شواطئ البلاد الشمالية بنسبة 40%. ومع هذا كله عبر أكثر من 10,000 مهاجر بحر المانش منذ مطلع العام الحالي، وسط عجز السلطات الفرنسية والبريطانية من مكافحة هذه الظاهرة.